نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حضر سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله عصر اليوم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة في منطقة الصياهد الجنوبية للدهناء بمدينة الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحضور عدد من أصحاب سمو أولياء العهود والأمراء ورؤساء وفود الدول المشاركة والمدعوين. كما حضر حفل الافتتاح معالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة وعدد من المرافقين والوفد الإعلامي. واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث نقل سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة إلى خادم الحرمين الشريفين تحيات أخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والرخاء. وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، مؤكدا على ما يوليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من حرص واهتمام على مشاركة مملكة البحرين شقيقتها المملكة العربية السعودية في هذا المهرجان التراثي السعودي المتميز، منوها سموه بالنجاح الباهر الذي يحققه مهرجان الإبل من تجسيد للعراقة والأصالة العربية، ويحيي تقليدا سعوديا خاصا واهتماما متميزا برعاية الإبل ورياضتها العربية الأصيلة. وقد شهد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله بمعية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحضور أصحاب السمو أولياء العهود والأمراء والمعالي والسعادة رؤساء الوفود الخليجية المشاركة في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي السعودي ثم آيات من الذكر الحكيم وكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل السعودي المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين، كما شهد سموه الشوطين الأخيرين لسباق الهجن فئة الحيل. وفي الختام قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة على الدور الهام الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة لإقامة هذا الحفل السنوي المتميز وما حققه من نجاحات لإظهار ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخ شبه الجزيرة العربية، منوها سموه بأهمية إحياء هذا الموروث السعودي والعربي الأصيل وتعزيز قيمه الوطنية والتراث العربي السعودي لتتواصل عبر الأجيال، متمنيا سموه لهذا المهرجان والقائمين على تنظيمه التوفيق والنجاح.